بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة الثانية من محاضرات الـ CSS، وهنتكلم فيها يا جماعة عن حاجتين. هنتكلم فيها عن الـ Internal CSS اللي هو CSS الداخلي، وهنتكلم فيها عن الـ External CSS، إزاي نعمل ملف CSS منفصل والملف ده يكون في حاجة خارجية، تمام كده، في مجلد خارجي مثلا هنا، واربطه بعد كده بملف الـ HTML بحيث إن هو ياخد منه التنسيقات. طيب احنا ليه هنلجأ للانترنال سي اس اس، وليه كمان هنلجأ للاكسترنال سي اس اس؟ ماشي كده، مع ان انا عندي الانلاين سي اس اس. يعني الانلاين سي اس اس احنا خدناه المره اللي فاتت، كان انت بتكتب كلمه ستايل وبعد كده تساوي وبعد كده احط الخواص اللي انا عاوزها مفصوله بكل خاصيه بالسيمي كولون بالشكل دوت، وابتدي يشتغل هو كده. مش مشكله. المشكله دلوقتي لو انا عندي مثلا زي كده، مثلا ده باراجراف اهو، لو انا خدته كنترول سي نزلته هنا كنترول في، بعد كده دخلت انتر كنترول في، دخلت انتر كنترول في، تمام كده، اصبح عندي كام باراجراف؟ عندي 3 باراجرافات، وكل باراجراف منهم كتبت فيه سطر ستايل منفصل بالرغم ان كلهم واخدين نفس الخواص. طيب احنا عشان نختصر، فانا ممكن كنت اعمل ايه؟ تمام، هشيل الستايل ده من هنا، اوكي تمام، وهاخد نسخه من الباراجراف اللي انا هبتدي اشتغل عليه ده، مثلا كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في. كام واحد دلوقتي؟ عندي حوالي 5 باراجرافات، عاوز ادي ال5 باراجرافات ديت نفس الخواص بتاعت الستايل. فباجي في الهيد تاج، الهيد تاج من هنا، واروح جاي هنا وكاتب التاج بتاع الستايل هنا اهو، اللي احنا بنسميه الان انترنال ستايل. الانترنال ستايل هكتب كلمه ستايل، ستايل اهي بالشكل دوت، واقفلها تمام، وهاجي هنا احط الخواص بتاعتي. انا دلوقتي عاوز اقول له روح شوف الباراجرافات اللي موجوده هنا واديلها ان الكلر بتاعها هيكون ريد ونسبه التكبير بتاع الخط تكون 300%. يبقى اول حاجه بشاور على الاليمنت بتاعي اللي هو الباراجراف تاج، وبعدين بفتح كيرلي براكتس اللي هم دول، تمام كده، وجوه الكيرلي براكتس هبتدي احط ايه الخواص بتاعتي، الكلر كده تمام هيكون ريد تمام، واحط فاصله منقوطه، وبعد كده الخاصيه الثانيه اللي هي الفونت، فونت داش سايز انتر، هتكون مثلا 300 كام في المية. تمام كده، بص كده يا جماعه، كنترول اس انتر بس عشان الدنيا تبقى واضحه، وناخد من هنا انتر، حط هنا تاب، تمام كده. كده هو راح بص على الباراجراف تاج وشاف الباراجرافات الموجوده كلها، واعطى لها الكلر بتاعها ريد، واعطى لها الفونت سايز بتاعها 300%. بدل ما اكتب الستايل اللي هو الانلاين ستايل ده 5 مرات، انا كتبته مره واحده والباراجرافات شافت الكلام ده وبدات تعمل معاه. تمام، ده احنا بنسميه الانترنال ستايل، بنسميه الانترنال ايه؟ ستايل او انترنال سي اس اس. تمام، طيب لو انت عاوز تاخد الخواص دي external CSS، تمام كده، فانت بتعمل ايه؟ هنيجي مثلا جوه المجلد بتاع الويب سايت بتاعنا، وهنبتدي نحط مثلا مجلد وهنسميه CSS اللي هو ده، وجوه المجلد ده يا جماعه هنروح منشئين فايل، هنعمل فايل نيو، فبيقول لك انت عاوز تعمله ايه؟ هقول له حاجه اسمها CSS فايل، تمام كده، واقول له كرييت، هيبتدي هو ينشئ لك سي اس اس ايه فايل جديد، تمام كده، هعمل له فايل وسيف، سيف، هو هتحطه فين؟ اقول له حطه في مجلد السي اس اس اللي موجود جوه مجلد التست سايت اللي هو بتاع الويب سايت بتاعنا، وسميه ستايل، ستايل 1 بس على سبيل المثال. يبقى الملف الجديد اللي اتنشأ دوت ما هوش اتش تي ام ال، لكن هو ملف سي اس اس ايه فايل، كاسكاد ستايل شيت فايل، اقول له سيف، تمام كده، اصبح عندي اهو ملف اهو يا جماعه سي اس اس ايه ستايل 1.css اتكاريت داخل المجلد اللي هو مجلد السي اس اس اللي موجود داخل الويب سايت بتاعنا. طيب هنيجي هنا، تمام كده، والستايل اللي انا كاتبه ده كله اروح شايله كله، يعني اشيل كلمه ستايل دي، كنترول واكس، تمام، بدل ما كانت موجوده في الهيد هنا هنيجي هنا ونعمل كنترول وفي. طبعا انا مش محتاج كلمه ستايل دلوقتي خلاص، لان اصلا انا عارف ان ده ستايل شيت،
فمش هنحتاج كلمه ستايل. اللي محتاجه بس هي ان الباراجرافس مش كده تكون اللون بتاعها ريد والفونت سايز بتاعها 300 كام في الميه. يبقى ده انا عرفت له الستايل جوه السي اس اس فايل. طيب السي اس فايل انا من كنترول اس خلاص هو اتعرف على ان الباراجراف خلاص هيبقى بالشكل دوت. طيب ايه اللي هنستفيد بعد كده؟ هاجي هنا في الاتش ميل تمام وداخل الهيد نفسها وهبتدي اعمل لينك ما بين الاتش تي ام ال فايل والسي اس اس فايل عن طريق جمله اللينك. لينك تمام كده. في اللينك هو بيطلب مني يا جماعه هيطلب مني الريليشن اللي هي العلاقه ما بين الفايلين دول، والعلاقه ما بين الفايلين دول هي عباره عن ستايل شيت. ستايل شيت اهو تمام كده. دي اول ايه خاصيه اللي خاصيه الريليشن ماشي. تاني خاصيه اللي هي خاصيه التايب. نوع الملف اللي انا بربط بيه عباره عن تكست على سي اس اس تمام كده. طيب تالت خاصيه وهي المهمه هي خاصيه الاتش اتش ريف اللي هو الرابط نفسه. الرابط نفسه هنربطه بالسي اس اس مجال سي اس اس ومجال الستايل 1 دوت سي اس اس بهذا الشكل. يبقى اللي حصل كالاتي، واقفل طبعا ايه التاج بتاعي. اللي حصل كالاتي، يعني احنا عملنا ملف هنا ستايل دوت سي اس اس، حطينا فيه الستايلات اللي احنا عاوزين نشتغل عليها، وبعد كده ربطنا الملف دوت عن طريق جمله اللينك داخل الاتش تي ام ال. كده هو هيشوف، بص كده يا جماعه، هيشوف ايه؟ هيشوف الباراجراف ويبتدي يديله اللون الاحمر ونسبه التكبير كام؟ 300%. ده بمنتهى البساطه اللي هو الانترنال سي اس اس والاكسترنال سي اس اس. طبعا في الغالب الناس البروفيشنالز المحترفين بيعملوا ايه؟ بيعملوا مجلد سي اس اس كده ويحط فيه ستايل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته زي ما انت عايز، بحيث يدوا حاجه اسمها السيمنج. السيمنج اللي هو ايه؟ ان ممكن الباراجراف ده مثلا ممكن لو انت ربطته بالستايل واي مثلا يبقى لونه احمر، ممكن الباراجراف زيت لو انت ربطتها بستايل 2 يبقى لونها اخضر، يبقى لونها برتقالي، يبقى لونها فوشيا. المهم ان في اكتر من سيم يتناسب مع التصميم اللي انت تعمله ايه بعد كده. طيب دي كده كان اللي يخص السي اس اس. برضه هنتكلم شويه حاجات في الدريم ويفر بتساعدنا. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الانسيرت تاب، وانا في الانسيرت تاب انه ممكن يعني يديني تاجات جاهزه وابتدي اشتغل عليه. ده بتاعت الاتش تي ام ال وبتاعت حاجات كتيره موجوده داخل الانسيرت ايه؟ الانسيرت تاب. في هنا برضه في عندك في تاب اللي هي تاب الدوم، والدوم اللي هو بيسميه احنا الدوكيومنت اوبجكت مديول. دوكيومنت اوبجكت ايه؟ مديول، هي خسار دوم دي تمام كده. بحيث ان انا لو انا فتحت البادي مثلا هيقول لك ان انت عندك باراجرافات بالشكل دوت. انت الباراجراف ده انت ممكن تعمل له كوبي وتيجي في مكان تاني زي كده وتعمل بيست، هينزل لك باراجراف تاني اهو تمام كده. لو حبيت تغير مكان تاج مكان تاج ممكن تسحب التاج ده وتحطه في اي حته انت عاوزها تمام كده عن طريق السحب وايه والالقاء. لو انت عاوز تحط له اي دي او ديف فانت بتعمل كليك هنا او اتنين كليك هنا فبيفتح لك المكان اللي انت عاوز تعمل الاي دي او الديف. لو انت عاوز تربطه بقى بحاجات خاصه بالسي اس اس، او لو انت عاوز كلاسه معينه ممكن تروح حاطط الدوت وهو يطلع لك الكلاسات اللي هي موجوده، او لو انت عاوز تحط له كلاسه معينه تكتب دوت وتعمل له كلاسه. المهم هو هيفيدك في حاجات كتيره داخل الشغل بتاعك. طيب ده اللي هو مين؟ ده دوكيمنت اوبجكت ايه ميديو. في كمان عندك الكريتيف كلاود لايبرري ديت، ودي لو انت واخد اسيتس من الكريتيف كلاود ادوب كريتيف كلاود بتظهر لك هنا. طب لو انت عندك اسيت، لو انت اصلا جايب اسيتس من بره هتظهر لك في تابه ثانيه اسمها الاسيتس زي كده، بحيث ان انت ممكن تستفاد منها. ممكن تكون الاسيتس دي عباره عن ايمجز صور، ممكن تكون عباره عن كالرز زي كده، ممكن تكون عباره عن يو ار الز زي كده، ممكن تكون عباره عن فيديو تمام كده. المهم لو في اي حاجه في الاسيتس ديت انت بتضغط عليها بيجيب لك بريفيو ليها بالشكل دوت. فاكرين طبعا الشنبات دي حبيبي. المهم فلو انت عاوز تحشر واحد من الحاجات ديت مثلا بلاش اللي هي دبل كليك، خليك عندك ايه انسيرت. ممكن تعمل انسيرت للتاج ده في المكان اللي انت فيه على الصفحه انسيرت، هتبص تلاقي ان هو نزل لك الاسيت ده مباشره. يمكن دبل كليك عشان معناها يفلح يعني مش كده، هتلاقيه نزل لك الاسيت مباشره بالتاج بتاعه مباشره داخل مين؟ داخل البادي بتاعك. دي برضو حاجه كويسه يعني. وبكده شفنا الانسيرت تاب وشفنا الكلاود كرييتيف لايبرري وشفنا الدوم وشفنا ايه الاسيت. فاحنا كل ما ده كده هنشوف الحاجات اللي هي ممكن تساعدنا في الدريم ويفر بحيث ان هي تسرع معانا فين في الاكواد.
بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير عليه، واذا عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه واكون ليك من الشاكرين عشان نوصل 10,000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.